السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بك من الحلقات الرمضانية. هلا طارق محمد، وكل عام وأنتم بخير، رمضانكم مبارك. طبعا تعالوا لي بعد الانترو خلينا نتكلم. في أشياء تزدهر في رمضان، الجو يكون حار والناس تكون عطشانة طول النهار، ويجوا على نهاية اليوم قرب صلاة المغرب مفجوعين يشتروا شيء بارد. ما في شيء بارد، لكن في الثلج نفسه موجود. فبياعي الثلج بفضل الله بفضل الله رمضان موسمهم، بالذات رمضانات الأجواء الحارة تحديدا، رمضانات اللي تتصادف مع شهور الربيع والصيف والخريف، الجو يكون حار حرفيا في الشتاء. رمضانات الشتاء مختلف وضعه، لكن رمضانات الربيع زي السنة هذه حيكون رمضان في الربيع، الشهر 3 رمضانات في الربيع. فأنت الحين قاعد تشوف هذا الفيديو، أنت في الربيع، فالجو يكون حار، تكون صايم طول النهار واستهلك سوائل جسمك كلها، ما عينك ما حيشوف حاجة إلا تبغى تشتري شيء بارد بس. تلاقيهم في الشوارع مرصوصين، يعني في الشارع الواحد 1000 واحد كلهم يبيعوا ثلج. ويجي سبحان الله بعد وقت قريب من وقت الإفطار السيارات واللي رايح برجله والدبابات ينهالوا كلهم على الثلج هذا، يغرف أمه غرف، كل من رايح بيته اللي يودي مع الثلج، كل من رايح بيته اللي يودي مع الثلج، هو مو شايف شيء ثاني، هو عطشان بس. يشرب تمام، يروح يصلي المغرب بعدين يجي يفطر، وهذا طبيعة أكلنا في رمضان. يعطيكم العافية من هذه الحلقات الخفيفة على الجلاس، والسلام عليكم.